السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من قلب مستشفى الحسن الثاني في سطات لوقفة احتجاجية للأطر الصحية والتمريضية جراء الاعتداءات اللي كيتعرضوا لها من بعض الدخلاء من المستشفى الحسن الثاني. سعد الرزاق يوسف واحد الكلمه الله يحفظك هذاك تفضل اخويا محمد تكلموا لنا على السبب التنظيم ديال هذا لا ادخل تحيه باين غنصيفطوا لك يوسف زروقي نائب كاتب الاقليمي للجامعه الوطنيه للصحه المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي لاقليم 16. هذه الوقفه الاحتجاجيه كتجي في اطار تنزيل القرار ديال المكتب الاقليمي لتنظيم وقفه احتجاجيه احتجاجا على الاعتداءات المتكرره اللي كتعرفها الشغيله الصحيه بمختلف المراكز والمؤسسات الصحيه بالاقليم في ظل غياب الامن في ظل سياده شعور واحساس لا امن داخل المراكز والمؤسسات الصحيه. كان اخر هذه الاعتداءات احداث ليله الخميس الاسود 19 مارس حيث حلت مجموعتين من الجانحين بمدججين بالاسلحه البيضاء واتخذوا من ساحه المستعجلات ساحه الحربيه بينهم، ولولا تدخل بعض المواطنات والمواطنين لحمايه الاطر الصحيه لوقعت الكارثه. اليوم نطالب بمطلبين اساسيين، المطلب الاول ضروره احداث مركز النقار داخل المستشفى الاقليمي الحسن الثاني، المساله الثانيه نشجب ونندد استهتار المندوبيه وخلفها وزاره الصحه بامن وسلامه وكرامه الاطر الصحيه وحرمه المرفق العمومي الصحي. يكفي ان داخل كل مندوبيه هناك خليه للشؤون والمنازعات القانونيه لا تقوم بدورها، لا تطلع بادوارها ومهامها، وبالتالي يجد الموظف نفسه في واجهه
كل المشاكل والاعتداءات التي يكون في الغالب الدافع من ورائها الاحتجاج على السياسات اللا شعبيه للحكومه تجاه هذا القطاع الحيوي، قطاع ديال كافه المواطنات والمواطنين. ولكن الاحتجاج خصو يكون عبر قنوات اللي هي قانونيه وسلميه، وعبر الوسائل اللي هي قانونيه وقضائيه اللي كتكفل كذلك حقوق المواطنات والمواطنين. ندين بقوه كل اعمال العنف ومظاهر العنف، ونتضامن مع كل أطر الصحية ضحايا هذه الظاهرة المستفحيلة بقوة داخل كافة المؤسسات بإقليم سطات، ونطالب بضرورة إحداث مركز أمني قار داخل هذه المؤسسة، ونطالب كذلك بتحمل المندوبية والوزارة من خلفها. يكفينا من الشعارات، هناك منشور لوزير الصحة 5058 سنة 2021 يتكلم على إصرار الوزارة واطلاعها بضرورة حماية موظفيها وتوفير المؤازرة والمتابعة القضائية، كلها شعارات جوفاء على مستوى الواقع. ما كاينش هذه المسائل هذه كاملة. نطالب خلية الشؤون والمنزعات القانونية أنها تحمل مسؤوليتها، تتواصل مع الموظفات والموظفين من أجل تحسيسهم بالمساطر الممكن اتخاذها، تتحمل مسؤوليتها كذلك في مسألة المتابعة. مطلب أساسي كذلك كاميرات ديال المستشفى وثقت ما وقع يوم الخميس 19 مارس، وهذا دليل على أن المندوبية ما كداش خدمتها، وثقت ما وقع، ولحد الآن لم تضع المندوبية أي شكاية حول الموضوع، حول ما عاشه ذلك المرفق، حول الاعتداءات التي طالت الأطر الصحية، وحول استباحة هذه المؤسسة الاستشفائية من طرف المدمنين والجانحين، من طرف السماسرة المتاجرين في ساحة المواطنات والمواطنين. هذه مسؤولية ديال المندوبية، مسؤولية ديال الوزارة، وسنظل صامدين مناضلين من أجل حقوق وكرامة الموظفين ومن أجل المرفق العمومي الصحي خدمة للمواطنات والمواطنين. مرحبا. على إثر هذا الخميس الأسود، واش الإدارة ديالكم حركت شي مسطرة المتابعة؟ لحد علمنا الجهاز الوحيد الذي تفاعل لحد الآن هي المؤسسة الأمنية. هناك كلام على أنهم زاعمون عازمون على إحداث مركز أمني قار داخل المستشفى. مندوبية لم نرى أي تفاعل لحد الآن. شكرا. مرحبا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب المستشفى الحسن الثاني بسطات. كانت هذه وقفه احتجاجيه للاطر الصحيه والتمريضيه جراء الاعتداءات اللي كيتعرضوا لها الاطر الصحيه والتمريضيه نتيجه المزاوله ديال المهام ديالهم. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.